السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي المتابعين، معكم مستر عبقري ورجعنا لكم بالحلقة السادسة من سلسلة السيلفر كويري أو محجر الكبريت. أهلا وسهلا فيكم جميعا يا شباب. بهاي الحلقة في عنا ريدات. ليش في عنا ريدات؟ لأنه إحنا يا جماعة السيلفر يعني عنا كبريت لبكرة الصبح، يعني عنا بارود كتير، يعني بلشنا السيطرة على السيرفر بصراحة، فمن ريد كل البيسات والقلاع القريبة من بيسنا كرمال ما حدا يجي يريدنا. وفي مفاجأة حلوة بنص الفيديو بتمنى أن تعجبكم، وتركوا لي رأيكم عليها بالتعليقات. إذا كنت عم تشوف هاي الحلقة لأول مرة فبتمنى منك إنك تروح تشوف باقي حلقات السلسلة مشان تعرف شو اللي صار معنا وكيف وصلنا لهون. وإذا مانك مشترك بالقناة اشترك هلأ بالقناة وفعل زر الجرس كرمال توصلك الحلقات القادمة من سلسلة السيلفر كويري، لأنه هلأ عم نلعب فيها كرمال توصلك حلقات السلسلة كاملة. وقبل ما نبلش بأي شيء يا جماعة، سمعونا الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، ويلا سوا. يب يا شباب، قبل ما نبلش بالحلقة خلوني شوف فيكم البيس كيف صارت بعد ما طورنا البيس للليفل ماكس. يعني هاي البيس صارت هيك أكبر شيء، ما عاد نكبر أكتر من هيك، صارت بيس منيعة نوعا ما. طيب شباب، صورت شوي بالهلي، حابب شوف فيكم كيف صارت، شوفوا بالله عليكم ما أحلاها. بتخيلوا يا شباب إنه العدو لما رح يريد هذا البيس رح يضربه من تحت، لأنه مستحيل ينزل 9 طوابق بتسميكات، يعني في عنده يمكن 12 سقف وفي عليه توريتات كمان. يعني ريد البيس كتير كتير صعب، وأصلا الكور كلياته نحن حاطينه بالطابق الخامس أو بالسادس، تخيلوا يعني شغلنا كلياته فوق تحت فاضي تماما ما في شيء. فاللي رح يريد البيس رح يدخله من تحت بواب او حيطان مرحله التي سي. يب هذا التصميم اسطوري. اللي حابب يعرف كيف صممت البيس اكتب لي رايه بالتعليقات، ممكن اعمل حلقه جاهزه عن بناء البيس هاي. للاسف يا شباب اجت الاتاك هيلي ووقعناها انا وصديقي بي ام، وقعت فوق البيس، يعني وقعت بلبس الفاركويري، بس اكتشفت اني انا ما كنت موقف التسجيل، بس سجلت لكم وهن السناديد لسه قبل ما نفتحهم، فخلوكم معي وتعالوا نشوف شو اللي صار معنا. ايه يا بي ام هلا عم سجل. طلعوا شباب، طلعوا وين وقعت. والله طلع الصناديق كلها فوق بعضها. ياب شباب صواريخ، حلو صواريخ ام اس ار، جميل جدا. يا رب يطلع لنا ام 2، لسه ما طفوا هدول الصناديق، استناهم حتى يفتحوا. اوه صواريخ وسي فورات، يا رب يكون بقلبه ام 2 او اوم. قول يا رب معي يا بي ام، قول يا رب. ياب شباب ايزي، وقعت بقلب السلفر، بسم الله. يس شباب ام 2، الله اكبر، اول ام 2 لنا في الخريطه، واعطيها مشط. يا سلام يا شباب، صار عندنا ام 2، هذا اول ام 2 نتملك هون بالسيلفر كويري. يس يس حلو، لك عاش حبيبي ام والله. اعطيه 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 رقم رصاص، اعطيه على السما، اعطيه من الطرف على عين الشباب. ام 2 ام 2 يا كبير، الله اكبر. صار معنا اول ام 2، صار معنا اول ام 2، وانا بعلن لكم منهم انه صرنا اقوياء جدا بالسيرفر. ياب يا شباب مثل ما شايفين، هاي القلعه اللي تحتي، هاي القلعه اللي تحتي ليش جاي اريدها انا؟ لانه هاي القلعه اشترت من عندي اكثر من صندوق كامل سلفر، اشترى من عندي هذا الزلمه كميات سلفر هائله كتير، وانا كنت عم راسله بالشات وبعرف انه اشترى من عندي سلفر، فبعرف انه هلا في بيسه في كتير سلفر، فانا بدي بش عليه وريده، لانه عنده كميات كبيره ممكن يشكل خطر او تهديد علينا، والزلمه اكيد عنده براميل ديزل فيول. فهي القلعه حلوه مرتبه وقريبه من سلفر كويري نوعا ما، وما لازم نخليه بالخريطة. فجاي لأنه صديقي هلأ بي ام عم نضرب عليها نازور كرمال نشوف شو ترتيبتها. ياب شباب، هاي عدة الريد الجاهزة، خلونا ناخدها بعد ما حسبنا له للزلمة. هو تقريبا 3 طوابق، يمكن عنده سقفين حديد وعنده سقف واحد حجر، ونحن رح نقوره تقوير كالعادة، رح ننزله مسطوح. فيب هي عدة الريد اللي رح تلزمنا، وخلونا ناخد معانا الام جي كرمال ناخد طلق متفجر، وهيا بنا. يلا يا بي ام اطلع. ياب شباب اخذنا السيفورات ورح نريده ريد سريع وريد صامت، يعني طقة واحدة بنكون شلنا حيط، طقة واحدة بنكون شلنا حيط. هلا شوفوا طريقة الريد الجديدة الرهيبة. طلعوا يا شباب البيس شلون صارت، طلعوا طلعوا، ركبت الاضاءات مشان نخوف العالم الرايحين والجايين بالليل. شباب وصلنا لعنده بهدوء وحذر تام بعد ما لبسنا الفول جيرات وجبنا عدة الريد انا وصديقي بي ام. ان شاء الله نهبط بهدوء، الزلمه ما حاطط تورنتات على السطوح بنوب، فيب نوعا ما بيسو ريده سهل ان شاء الله. دير بالك بي ام قفرنا في جنبه جبل، اذا واحد لعيب طلع على الجبل معلم منكيف عليه. صف الطيارة هون بالزاوية كرمال ما تتفجر. هب هيك
شوف هلا اذا قلنا هذا الكور، شوف الكور هون هو ما حاطط تي سي بالكور، انا متاكد حاطه بوحده من المثلثات الله العليم او بوحده من الفاونديشنات، وعلى الاغلب مثلث، وهذا المثلث بالنص عامله حديد على اساس يضيعنا. يب انا اعتقد انه هون معلم، فهون راح نزت زت اثنين وعلى الار اف نشتغل فيهم. تعالوا طلعوا شباب شلون راح نفجر هلا، بس سمعنا هذا الصوت مفجر، اسمعوا تاني. ها هلا جاهزين. يب شباب طقه واحده مشان ما حدا يعرف شو اللي عم يصير. مثل ما كنت حاسب طلع لنا سقف حديد، سقف الحديد بده أربعة، فأنا مجهز أربعة أصلاً رح زدتهم فوراً ونبلش ننزل من السقف لعنده إن شاء الله يا رب بس ما نخطئ بشي واحد. نزدتهم كلهم، أوكي ممتاز. ثاني ثالث رابع، أعتقد أربع بيكون طار حيط الحديد. 1995 أيوة اسمعوا يا شباب، حيط الحديد طار حلو، حيط حديد تاني بالضبط مثل ما حاسبين، بس بقى ما بعرف التي سي رح يطلع هون مثل ما انا حاسب او لا. والله توقعت هذا هاي كواليتي يا شباب، جبت حسبت حسابه بهاي كواليتي بصراحة. كمان هذا اربعة بي ام، شوف يب بي ام انزل انت زدت الاربع سيفورات اللي معك وشلي اخر حيط لنشوف. كنت اتوقع انه يكون هاي كواليتي بده ثمانية، ولكن لا طلع حديد يا شباب. شوفوا عالشات عم يكتبوا كأنه لصاحب البيس أنا عم ريده، إنه عم يريدوك يا لايزك، ما بعرف إذا هذا هو لايزك قصدهم فيه أو لا. يب بي إم طول بالك ليطلع هذاك الصوت وبعدين أعطيه تفجير. أيوة هاي الصوت، هاي الثاني. شوف شو طلع بالله، هاي كواليتي. ول 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 كمان حط حديد، آه طلع الهاي كواليتي حلو. ثواني رح انزل معلم. شوف في عندنا خيارين، اما نزلت على الارض او نزلت على الحيط. هون التي سي والله اعلم، مو هون التي سي والله اعلم، هون التي سي بنسبه 50%. فيني زدت انا 6، انا راح زدت 6 وشوف شو راح يصير. طبعا اكثر من 6 ما فينا الواحد يزت، فمرر في مره انا. 3 خلصوا السيفورات اللي معانا. مسك بي ام، حشيل الصواريخ انا بفجر فورا، بتنزل صواريخ فيه حتى نشيله ان شاء الله. جاهز رو عطية. اسلخ يمكن بده شوية طرق متفجر. اسلخ يسار دقيقة دقيقة شوي دقيقة. ايه طرق متفجر، طرق متفجر خالص دقيقة. بس اجوا كاونتر، اجا حدا كاونتر، اجا حدا كاونتر، اجا حدا كاونتر يا بي ام، اطلع يا بي ام، اطلع اطلع بي ام. اوب 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 تلبكنا يا الله تلبكنا. دقيقة شوي حلو، دمجت حدا، دمجت حدا، كأنه طلع، كأنه طلع اللود. دقيقة شوي، اطلع انت، اطلع لفوق اخي، اطلع قفر يستر عليك. وحش التكفير بي ام، اوه التي سي، التي سي يا بي ام، اقسم بالله التي سي لك، التي سي طلع. اعطيني طرق الفجر خلينا نشيل التي سي على السريع. نايس والله، خلاص تي سي جي جي معلم. اه ليكو، لك اوه هذا هو، هذا هو هذا هو اللي كنا عم نبيعه براميل ديزل ليكو، كان عم يكتب لي على الشات. يس هات هات اعطيني الفول جير تبعيتك حبيبي والاي كي. نام نام ارقد في نوم عميق. بي ام الوضع كويس، في صناديق مقفوله، هذا الزلمه عنده 900 لو جريد فيول وعنده شويه سلفر. السلفر اللي اعطيناه ما بعرف شو عامل فيه، بس ما طلع لي لسه. رح حاول اشوف اذا بحسن عمر او احط تي سي او اعمل شيء شغله. عنده برا تي سيات ولا لا؟ انا نسيت صراحه كيف شكل البيس. خلينا نجرب دقيقه. اوه لك اللي فوق ما شفتهم، اي كي واو فول جير طرق.
130 طلقة متفجرة، يا سلام لك على اللوت، كارت احمر هاي كواليتي، يا سلام والله والله في لوت، والله في لوت يا بي ام. خليك فوق خليك فوق لا تنزل، استنى نحن بتوقع لازم نشيل البواب، بدي اعرف السلفر اللي اشتراه من عندي شو عمل فيه. ثواني نشوف فيني عمر، ما فيني عمر، فيني سد بس هيك ياب، ما فيني اعمل شيء لانه في عنده تيسيات برا الزلمه. طيب اسمعنا، رح شيل الباب التحتاني بالطلق المتفجر تمام، يلا بسم الله. ما بدي اياه يموت لصاحب البيس كرمال ما يوصله اشعار انه مات ويجي بش علينا، بدي اعرف شو عمل بالسلفر. يا شباب بقاله شوي بنشيل الكراج دور، بسم الله ان شاء الله ما طلع شدان تراب، شدان تراب واو واو بس ما بطلع عليه. حلو طلعت الورك بنش ليفل 3، رح شيل الكراجات دور الثانية. انت خليك نايم هون لا تفيق ابدا، شكرا على نومك. بي ام ياب اخر مشت ان شاء الله، بنفتح الجراجات دور اثنين، تعال زين زين تفرج ان شاء الله يا رب يطلع السلفر. قديش باقيلهم هدول؟ هذا دمه خاص بس هذا دمه لسه طويل. خلي شال جراج دور دقيقة شوي، دير بالك في شوت جان هون لا تقربها. انتبه. حلو. السلفر! السلفر يا بي ام! لو جريد فيول والسلفر، الله أكبر طلع 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 السلفر، والله العظيم حزرت. هاي هذا السلفر بعناية. حرقوا الزلمة وحطوا، شوفوا شوفوا الصندوق تحت الورك بنش. انتبه 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 ارجع ارجع ارجع. انتبه. فضية دقيقة شوي. وين شوفي؟ ما في شيء بالمحصل. رجع رجع خلينا نشيل، رجع ما بدنا نفضي، رجع لك رجع لك رجع لك رجع لك بشيلها بشيلها ما بدنا شمس لك رجع لك رجع بشيلها. لا انضرب خلص خلص معلم، هلا نطلع كيف في صندوق، شوف شوف شو بقلبه مقفول، خلينا نفتحه. اوه يا بي ام، اوم صواريخ براميل ديزل فيول، شوف 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 تعا شوف تعا شوف 14 برميل، اوم تقنصت، اوم ايكيات صواريخ. طلع اللود يا الله يا ويلا، ما عم سدي ما عم سدي، طلع 14 برميل صواريخ يا ويلا يا ويلا، طلع انا حق الريد زيادة والله. عرفت عرفت هذا الزلمة اشترى من عندي معلم، يمكن اشترى له شي 70 80 برميل ديزل فيول، يعني انا عرفان انه عنده سلفر كثير او عنده بارود كثير. بسرعة بسرعة خلينا نكبش كل شيء ما مهم ونخلي الشيء المهم مشان ننقل على البيس، لأنه ما فينا نسكر على حالنا. بيستاهل قتلة مرتبة، تعال قتلة بالجاك هامر. طيب أنا رح أروح عنده الأول نقلة. خلينا ننقل اللوت سوا، وهيك هيك اذا حدا نط ما راح حسين يطلع. اوه شبني انا متوتر على فكره، والله من الفرحه متوتر يا بي ام، توتر رهيب. يا الله شفت منظر الصواريخ، شفت منظر السلفر، يا الله قناصه الام ولك حاش، بطل اول قناصه ام ناخذها بالسيرفر. والله انه وحش، من وين جايب هذا؟ مو قاعد طياره كانه. ياب شباب جايين نشوف شوفوا البيس، شباب شوفوا شلون طورتها وساويتها، طلعوا اقسم بالله صارت بيس مخيفه مو بالله، طلعوا يا شباب هاي البيس ليفل ماكس طبعا، ها ما عاد تتطور اكثر من هيك، صارت عن جد مخيفه، الكل عم يحكي بامرنا بقلب السيرفر انه جماعه السيرفر كويري محجر الكبريت جلادين وعم يريدوا بيسات وكذا، وديروا بالكم منهم وروحوا ريدهم، عم يحاولوا يتفقوا علينا كرمال يجوا يريدونا. ليش مطفي هذا التوريت؟
يب يب خلينا نفضي خلينا نفضي بهدول الصانيات بهدول الصانيات فضي يا ويلي اللوت لك الايكيات سطر ايكيات اقسم بالله انه لوت اسطوري عن جد اني انا زلمه مبسوط مبسوط هذا الريد كثير حلو يب تعال بي ام خلينا نرجع نجيب النقله الثانيه اصعد يا كبير اصعد يا شباب وراجعين هلا نزرع باقي اللوت اللي اخذناه من هي القلعه ان شاء الله ما يكون في حدا تحت ما حدا ما حدا ما في حدا حلو حلو يلا تعال خلينا نشيل الما لازم خلينا نكبه مباشره يا شباب خلينا نكب اللوت الما لازم ونخلي اللوت اللازم يا شباب وبعد ما اخذنا اللوت المهم مره ثانيه راح نروح نودي النقله الثانيه من اللوت على البيس راح نرجع المره الاخيره ان شاء الله كرمال نشيل اللوت المهم وهيك بنكون خلصنا ريد هي القلعه الاسطوريه اللي اشترى من عندي كثير برامج ديزل فيول ورجعنا رجعناهم بس بطريقه خاصه فينا اعتقد الدور جاي على القلعه اللي بعدها كمان هذاك اشترى من عندي بس هذا اشترى اكثر بكثير شايفين لما تسيطروا على السيلفر كويري بصير تعرفوا مين عم يشتري سيلفر مين ما عم يشتري سيلفر مين عنده موارد مين ما عنده موارد وتضربوا يا كبير القلعة من جديد تتألق شوفوا شوفوا ما عليها شباب 9 طوابق او 10 طوابق تقريبا قلعتنا يلا يا بي ام تعال حط اللوت محله عشان نجمعه كلياته هون شايفين شباب هاي غرفة الكورة تدخل عليها موجودة بالطابق الخامس أو السادس يعني ما موجودة تحت فيها كل اللوت وفيها التي سي وفيها كل شيء يا شباب خلونا هلا نستعرض اللوت كله اللي جبناه بعد ما طبقناه بهدول التوابيت فوق بعضها شوفوا يا شباب شوفوا على اللوت شوفوا شوفوا يا ويلاه يا ويلاه يا ويلاه شو طيب هاللوت يا ويلاه طيارة الاتاك اللي اجت والله لازم وقعها والله لازم دمرها خصوصا انه صار عندنا في اوم هطلع واضربها فورا ايه ايه في هاد مين هاد مين هاد تا 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 ابلع اوه صبته يا شباب صبته يا شباب واو تا تا حبيبي تا الله انه اوه باور رايفل بادي نلك هاللوت ولابتوب واو ابلع شباب بسرعه بسرعه لازم روح وحاول صيد الاتاك هيلي اعطيني اعطيني وين الاوم وين الاوم وين الاوم وين الاوم هي الاوم اعطيني اياها اعطيني الاوم خلينا نطلع نضربها اوه لا اعطيني كمان الام 2 بركي قربت مشان اصير اضربها بالام 2 فورا يا رب اني احسن صيبه يا رب وين الام 2 هي الام 2 وين 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 سمعان صوتها ايه عم يضربوها هيك اضرب ما صبتها يا رب صيبه يا رب صيبه تركيز صبتها والله العظيم صبتها واو هلا رح تيجي هلا رح تيجي هات اعطيني الام 2 اعطيني اعطيني ذخيره بدي اضرب كثير بدي اضرب هاي ايه مين ضرب البيس وينها ليش ما اجت لا عم يضربوه من بعيد يا الله ايه لك في حدا وبش هون وينك ولك هذا شكله اللي قتلته من شوي شباب عم يضرب البيس بالبوم لاحظين كرو يا حبيبي انا فاضي لك بدي 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 الطياره بدي الطياره هي طيارتي هي وينه هذا هلا خلينا مركزين مع الطيار هذا بده يشتتني
يا الله عم يتلوى. احسن صيبه هنا الحظ لانه معي اوم يا شباب. اوه عم يضربوها والله. ان شاء الله ما يحسنوا يوقعوها يا رب. يا حرام يلا صارت تدخن. لا وقعت وقعت كأنه عم تخصف. لا لسه ما وقعت بس خالص آخر أيامه. والله هي طيارتي هي طيارتي خاص ما عاد حسن نجيبها. خلينا نروح عليهم كاونتر. هي طيارتي هي طيارتي. هذا وقعت. لا لسه شوي ما بعرف. المهم بدي اروح كاونتر عليها على السريع. الدنيا ليل وهي فرصتي. خليني احط الامتو مع صديقي بسرعه. اعطيني 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 اعطيني. لسه ما وقعت يا حرام. اوه نسيت ناظر ليلي. وين ناظر ليلي وين ناظر ليلي يا اخي. اخذ ناظر ليلي. بدي نوسع ذخيره ضروري. وناظور الليلي وين ناظور. ايه شباب صلوا على النبي. شفتوا على اللوت اللي عندنا؟ صواريخ لبكره الصبح. يب اخذت الناظور الليلي. خليني بسرعه اروح كاونتر عليها لانه ها راح يوقعوا. وينها؟ وقعت. وقعوا على الطياره. ايزي يا حبيبي راح اروح كاونتر ان شاء الله واخذها. بس بسم الله بسم الله. عرفت صوتي فلل دمي. شوف وين وقعوا. وقعوا باللانش سايد. اوكي خلينا نروح بسرعة 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 بسرعة. وين صار الباب؟ وهاد والله اني توترت. بسرعة 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 بما تطفي بسرعة. شو هذا الكبابيت هون؟ يب شباب الناظور الليلي هلا بده يخليني اخذ الطيارة. في معي قيمة مضافة انه معي ناظور ليلي. بشوفهم وما بيشوفوني فضروري اني اروح عليها بسرعة ووصل بسرعة. يب شباب وصلت على اللانش سايد. بدي هدوء وتركيز تام مشان اعرف وين وقعت الطيارة. ركبت كاتم. ليك هون قريبة. ركبت كاتم ومعي ناظور ليلي. مستحيل يشوفوني. هي الطيارة. الله هي الطيارة لسه ما طافية. شوية تركيز. وينهم وينهم وينهم. لازم يكونوا هون. ليك هون. في ضوء في ضوء في ضوء في ضوء. لا هديك الدبابة. ان شاء الله ما تجي الدبابة على حظي. طب وينهم اللي وقعوها؟ ليك حسوا حسوا حسوا. شافني؟ ما شافني. قرب قرب حبيبي قرب 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 قرب. لا دعمك مستر عبقري. قرب تعال تعال تعال. ديد والله ديد. والله اول واحد ديد. وين صاحبه؟ طفت الطياره. بسرعه 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 بسرعه. لا صاحبه بده يطلع يعمل له ريفايف اكيد. خليني انا على السكيت اخذ الطياره واروح. وين صاحبه؟ ديكو ديكو صاحبه. تا 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 تا. لا 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 يا حرام. باخر لحظه نفاد. والله يمكن ديد. والله يمكن ديد. اوه الدبابه جاي. خليني اخذ الطياره بسرعه شوي البلوت. اوه انتو اوه خدمتو يا شباب. بسرعة 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 بسرعة. هي ثلاث صواريخ. اوه تو سي فور ثلاث صواريخ. وين صندوق الرابع؟ ما في صندوق رابع. حلو ثلاث صناديق. هروب 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 يا بسرعة عبقري هروب. اوه شباب صارت لون الام 2 يا شباب. قتلتن اثنيناتهم صارت لون الام 2. بس الثاني ما بعرف اذا قتلته او لا. يا سلام يا سلام صارت الدنيا صبح اصلا. لازم روح. خليني اهرب بسرعة. خليني اهرب بسرعة 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 واروح على البيس بهدوء. ايه طلع وراي. يا شباب وربي وصلت على البيس وربي وصلت. اعطينا مشط بسرعة.
الله اكبر، صار معي ام 2، صار معنا 2 ام 2 بالبيت يا شباب. الله اكبر، يس نايس والله، ربي اني فنان. حلوه يب يا شباب. في بيس تاني اشترى من عندنا كتير بصراحة، وعنده براميل ديزل فيول كتير وبعيد عنا شوي، فبدنا نروح نريده تمام وناخد منه كل اللوت اللي اشترى منا واللي عنده. خلوكم معي لنشوف شو رح يصير معانا بهذا الريد، يا رب ان شاء الله نتوفق فيه. يا شباب كالعادة لما يكون في تورنتات على السطوح شو بنعمل؟ بنسلخ التورنتات من قلب الطيارة وبعدين بنشك على البيس فورا. شوفوا شوفوا الحرفية، وقف الطيارة بالسماء. يلا قولوا لي هاك، يلا اسلخ. لازم طار اول واحد، طار لكف وطار والله. يلا على الثاني معلم لك وتحتك. وحش راجمة بي ام، راجمة راجمة صواريخ. طبعا يا شباب التورت بده 3 صواريخ سريعة وبروح. صاحبنا هذاك اللي ريدناه طفح السور، ما في حدا يجي علينا كاونتر ان شاء الله. طار الثاني، كفو عليك كفو عليك يا بي ام. يلا على الثالث، ثلاثة ولا أربعة، في يمكن ثلاثة. يا بهي الثالث ثلاثة بالزاوية. اسلخوا يا بي ام اسلخوا. يب ما في غير اثنين، شلنا اثنين خالصين. كفو بي ام، خلينا نهبط ونشوف شو الترتيب. هاي في عندي تورنتات تحت، في عندي ثلاثة أو أربعة تورنتات. راح أهبط شوفي ألبوم بالله. هذا بايثونات هاتهم. طيب دراج حلو، هذا السقف حديد. اسمع ما راح اشيل الجراج دور، راح افر السقف مباشرة ونشوف شو راح يطلع لنا. ايه اونلاين صار اونلاين، كمل عليه ولا بلا؟ قوم اطلع. اقول لك خليك انت ماسكه، خليك ماسكه بس طلع سلخ وصاروخ سريع تمام. انا راح اروح اجيب عده الريد واجي يا شباب. نحن طبعا باول جاي بنجيب بس صواريخ سريعه بنشيل التوريتات، والجاي اللي بعده بنجيب معنا عده الريد. فهلا راح خلي صديقي بي ام مقفر عليه مشان اذا طلع له يقتله تمام، وانا راح اروح اجيب عده الريد واجي الريد اونلاين لعيونكم. من روكت لانشر، من شوية صواريخ، بدي صواريخ حارقة عشان ما نخليه يتنفس بنوب. دينا سيفورات وصواريخ. شوفوا 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 ما شاء الله صندوق الريد عندنا مفلل، يعني عم اقول لك بس روح ريد. حلو شوية سلالم. يب شباب بعد ما اخذت عدة الريد راح اجي فورا وبلش بريد اونلاين لهذا الحبيب اللي كان اونلاين ونحن ما لنا خبر. شو يا بي ام قتلته مرة؟ لك كفو والله عفي عليك. مين هذا اللي جاي مقفر لهم بعيد؟ هو ما يكون خرب بيته، كان شالني ها؟ ليكو عم يفتح ابواب. ايزي ايزي رح نريده رح نريده معلم، صبر بس شوي خلينا نصلح الطيارة. شو صار؟ قتلته؟ لك عاشت ايدك يا وحش. ما في نصلح الطيارة هلا. كفو عليك وربي انك وحش. مسك تعقد البولت وصلتني عليها خد صواريخ. تعال بقى خلينا نمزمز فيه لهذا المواطن ونريده اونلاين لعيون الشباب الطيبة. نريده بنظام الار اف، نفجر له سطوح تفجير. يا
شوف شو بدي اعمل هلا. تعال تعال قفر الباب، تعال قفر الباب ما يفتحه بي ام. تعال استنى رح انزل له سقوفي. اوكي اسمع شوف شو رح يصير فيها هلا، مشاعره شو رح تتخربط. واحد اثنين العب. طار لازم السقف. يس طار السقف، خلينا نشوفه. انتبه 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 رهز القنابل. خلص حلو، هاي فرشته هون، في صندوق. دير بالك رح يفتح ابواب علينا هلا. رح كمل فورا معلم انا مشان ما نضيع الوقت ومشان نهبل وما يعرف شو بده يساوي. بربك عم يكتب على الشات. انا طافي الشات. شباب عم يقول لي رفيقي بي ام انه هذا الزلمه عم يكتب على الشات، تعالوا قفروني وانا بفتح لكم البيس وبعطيكم اسلحه. اي بس ما بصير هيك، هذا مخالف لقواعد السيرفر. اوه فاتح جراج دور. اوه هذا هاي كواليتي. طب خليني اعطيه 6 سي فورات وبعدين شويه صواريخ. انتبه بس ما يصلح. شباب صاحب البيس عم يكتب على الشات انه في ريد بالمنطقه الفلانيه، تعالوا بسرعه وانا بعطيكم اسلحه وبعطيكم كل شيء وراح افتح لكم بيسي بس تعالوا قفروني. يخرب بيتهم اندلوا والله. تعال الريد شلع منه. ليك 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 اكثر من تيم جاي كاونتر، اكثر من تيم. رح كمل عليه صواريخ. اوكي ان شاء الله بس ما يطلع لي. اتوقع هذا اخر صاروخ لازم يكون شلته. بدي ضل اخرق السقوف حتى اوصل للتي سي، فجر التي سي وبعدين ننزل عليه. اوكي اوكي طار السقف هذا كمان هاي كواليتي ولا سقف عادي؟ لا لا اوكي اوكي طلعوا جراجات دور. اعطيني صواريخي معك لانه خصوصا صواريخي. طلعت فرشه وخزانه، لسه عنده فرشات يبقى. اوه ما خربشت، رح شيل جراجات دور انا. ليش نخاف احسه ما عاد طلع؟ لسه عم يكتب على الشات، والله انه ندل. على فكره لو في ادمن هلا بشيله فورا. شو اللي انت عم تقفلوني وبعطيكم اسلحه؟ وراح افتح لكم البيس، حلو. عم بقول للناس انه راح افتح لكم البيس يا شباب، انا راح افتح ابواب البيس انه بس تعالوا شيلوا اسلحه واطلعوا كاونتر هدول اللي عم يعيدون الناس. وعم بقول بدي اطفي التوريتات انه الوضع امن، مفتوح الباب والتوريتات مطفيه وفي صناديق قلب اسلحه. فوتوا خذوا اسلحه. طلع 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 طلعت فرشته لجنب التي سي. الله العليم خرقت الجراجات دور شلتهم. لك يا الله ثواني خاف يكون هو هون. قنبله كمان هون، ما في حدا غالبا الوضع تحت امن. راح انزل هلا انا. حنزل له انا بس مسك خلي دور الصواريخ معاه مشان خلي هذا كمان هون مشان اذا متت ما ناكل هوا. ما مبين خالصين صرنا بالكور ترى. يلا بس اطفي النار راح انزل فورا. اوكي انا بالكور انا بالكور ولا تحت الكور؟ لسه لسه تحت الكور ترى. في عندي شويه لوت هون راح اخذه مشان ما يستفيد منه. هون في عندي بابين هاي كواليتي، اتوقع ما راح استفيد شيء اذا ضربناهم. لازم ننزل من السقف. راح اطلع لعندك فورا. افتح ابواب افتح ابواب افتح ابواب. قفر 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 ما بعرف وينه. يب شباب خلصت عدد الريد اللي معانا، فراح خلي رفيقي يقفر هون وانا راح اروح اجيب عده ريد مشان نكمل ريد هذا المواطن. يا بي ام لا تخليه رسبن ابدا، وبس رسبن اقتله. اوكي ترى مأمن فيك، رح روح اجيب عدة ريد واجي مشان نخرج السقف اللي ظالم. مسك هدول الصواريخ النارية. كنت تلزمك
أنا رايح أجيب عدة الريد وإجي. وبغيابي قتلوا رفيقي بي ام مرتين للزلمة، قتلوا مرتين. رح انزل شوف، خلي عدة الريد هون كلها ورح انزل بسرعة لتحت شوف. اوه في نار، اخ اخ قلي والله فاتح باب. كفو عليك كفو عليك. اوه في ال ام جي هون، اوه بده يطلع، انا سمعانه بده يطلع. خليني بندج اموري، جهز حالي، اطفي النار، طول بالك، خليك انت فوق مقفر. عم يفتح ابواب يسكر ابواب، بده يطلع لعندي كأنه ما بعرف من اي باب، يا يسار يا يمين. انتبه، طلع 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 ديد. حلو فتح لي باب الله يجزيه خير. طالع بالشوتجان، تعال نشوف خلي راس من تحتي. حلو معلم فتح لي باب، راح انزل لعنده فورا. ليك كم مره صار مقتول صاحب البيس هون يا حرام. راح احط الدرع المثقل وانزل، خلينا نشوف شلون بده يقتلني. ايه فتح لي، عمل لك فتح لي بابين، فتح لي بابين، نازل فورا. بسم الله. لا والله انه حريف، تبان يا ريتني خارق السقف. عرفت وين الكور، عرفت وين التي سي، بقولك عرفت وين التي سي. يا شباب رجعت جبت طياره واخذت لوت وجبت عده تريد جديده، وراح نرجع وراح نريد اونلاين خاوه. طبعا صار في اكثر من تيم يا شباب جاي، طلعوا الزلمه فاتح باب البيس، طلعوا باب البيس مفتوح وطافي التورنتات تحت، وليكون عم يقفروا شايفين هدول الناس عم يرشوا علي، هدول كلهم عم يجوا بياخذوا سلاح من عندهم البيس وبيجوا بيضربونا فيه. تخيلوا هي عدة اللي زتيتها هون، ارجع وكمل عليه. لا عمر سقف، شلون خليته يعمر سقف يا بي ام؟ اوه علينا، يلا ايزي معانا معانا عدة. بس ده اي حدا عم يخالف قواعد السيرفر يا اخي، والله ما بصير. عم يخالف قواعد السيرفر، فاتح باب البيس وحاطط صناديق شباب تحت بالحوش وطافي التورنتات وعم يحط وحاطط سلاحه بالصناديق. تعالوا شيلوا اسلحه واطلعوا اقتلوا، عندي جماعه سطوح عم يريدوني، تعالوا اطلعوا اقتلون. هيك عم اقول للخريطه كلها، والخريطه عم تجي بتشيل اسلحه وبتقاتلنا، يعني ما بصير صرنا عم نقاتل الخريطه كلها. طبعا راح كمل الريد عليه، رح كمل ريد، ما رح خليه يتنفس بنوب، رح اجيب السيفورات فورا مشان اخرق السقف اللي عمره. انا عم بضرب فوق الكور، اني مت انا قدامه. ليك العالم بتدخل بتتشقشى، وما والله العظيم ما بعرف ايد مين فوق. عم يفتح ويسكر ابواب، وينه؟ ليكو ديد، لازم ديد، حرقته حرق معلم. شوف صار الكور هون، احنا صرنا عارفين هلا وين تي سي، فانا راح اخبط عند تي سي معلم وانزل لعنده. الخريطة كلها جاي كاونتر، الخريطة كلها جاي كاونتر صارت. والله العظيم ما بصير، عم يخالف القواعد يا زلمة. لا معلم ولعت البيس تحت، ولعت الدور، ولعت التوليه معلم، تعال تفرج النار. لا ماني حاطط الضربات الصح. لازم ديد،
يعني 100% هلا هو ميت وما فينا يطلع يقفر ابدا. صلي على النبي نشوف شو بدنا نعمل معه لهالوبش. راح اسلخ صاروخ حارق ثاني عشان ما يطلع بنوب. هي صاروخ حارق جديد. ايه رسمه بالطابق اللي فوق، شلون عم يطلع وبينزل هاد؟ اذا المخرج تبعيته تحت شلون عم يطلع وبينزل هذا؟ في عنده اكثر من مصعد كانه لفوق. ليكو هلا هو بالطابق الثاني. ثواني ابلع. وينه يا اخي؟ هذا رهيب، بيسه رهيبه شكله. استنى استنى شوي، خلينا نشوف شو بده يعمل. مسك مسك لك عده الريد، انزل لعنده شوف شو الترتيب. حلو حلو، في اشياء بتدمج. وينه؟ ليك كل كرتون. فتح الباب فتح الباب فتح الباب. لا طالع بالدرع مثقل. لا يا الله طالع بالدرع مثقل، ما احسن تعمل له شيء. ضربته قوسته على رجله، هو قوسني على بطني او راسي. استني بالال ام جي دير بالك طالع بالدرع المثقل. ها شباب طلعوا، صار في مرآب هلي عصته عنده للزلمة. حطيناه ببالنا، خلص خلص ما راح اتركه الا الريده. يعني والله العظيم مشكلة والله، ولو عم نقاتله لحاله والله كان ايزي، كان من زمان انتهى. بس عم نقاتل برا شي تيمين ثلاثة، هن طمعانين عم يجوا بيسرقوا له اسلحته للاهبل. طول بالك طول بالك، شو الوضع؟ قاتله مرتين بي ام، حلو. يا اخي شلون ما عم يصير عنده تايمر هذا المواطن؟ انا كسرت له كل فرشاته. انتبه. اطلع اطلع اطلع، انت اطلع، انا خليني انزل. اطلع اطلع. وينه؟ من وين عم يطلع بينزل هذا؟ بس بدي اعرف من وين عم يطلع بينزل لفوق. روح اطلع انت اطلع، انا بدي اخرق التي سي. اطلع اطلع، انا رح انزل عند التي سي. اطلع انت اطلع لفوق اطلع. على فكرة ليك هون كان في صناديق لوت، وين اللوت؟ فضيهم. وين صناديق اللوت اللي كانت هون؟ شلون ضرب هيك لفوق؟ هذا التورت. اوكي اوكي التورت، هذا التورت. ايه اعطيني عدة ريد اللي معك، روح يا معلم. تي سي صار صح، تي سي صار هون. انا مو نزلت لتحت، بعرف وين تي سي. مسك هاي طبيات، هاي صواريخ حارقة، اطلع لفوق. لك شلون خليته عمر؟ يا الله لك يا اخي لا تبندج، قفر مشان الله قفر. وين عم يطلع هذا؟ طلع يا الله، تحت كنت عم دمجه، صار هلا تحت عم يعمر. اوه في اكيهم بالارض. هذا عنده لوت كثير على فكره، طيب عنده كثير لوت طيب. يا زلمه اسمع، راح اضرب هون لانه هون تيسي، انا من شوي نزلت من تحت وقتلني هو من هون. خلاص بدي اشلف سيفورات هيك عاب موزي معلم. عدد السيفورات عنا عدد ريد لو بس. دمجت، رجع رجع يا اخي. بلشت مل منه، اقسم بالله بلشت مل منه من غشه. قديش باقي؟ اوكي يمكن سيفور اثنين خالصين. فتح الباب. لك ليش ما اخذت الطبيات اعطيتك اياها هون؟ اوكي كب كب هذا ما لازم. طيب لازم تي سي هون. وين تي سي؟ تي سي على اليسار. عمر حيط، عمر حيط. يا الله عم طور هاي كواليتي. ايه خربوا خربوا. حلو 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 حلو، يسر علينا حيط الزلمه. كسرت له، دير بالك دير بالك هو هون. ايه دق 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 دق. لك عاش وحش. رجع ديد. كفو 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 كفو، هذا التي سي، هذا حيط التي سي. ليكو لابس جيري. رجع لقال لك خلينا نشيله. معلم صرنا نحن هلا بالكور هون. تي سي وين تي سي؟ هاك تي سي هذا يا الله. وين الصناديق؟ طيب وين اللوت؟ وين فرشاته؟
معقول فكون؟ عم يلير في بين بكون فكون او نقلهم لبرا البيس. ما طولنا شوي. ابلع يا كلب. ما بعرف وين هلا ممكن ينرس بين الزلمه ويطلع عليه. عم حرقنا له البيس حرق يا شباب. بطل عنده. قلكم جري من فوق. ربيته وقطع لي قلبي يا زلمه. جاي نكد وقتلني. يا الله يا ربك متت. قول والله. لا يا زلمه خلاص كنسل. ستوب ريد ستوب ريد. خلاص كنسل الريد كنسل الريد. خلاص يا اخي روح عني. والله العظيم مليت. وصلنا للكور يا زلمه. وصلنا للكور. يعني اختل اللعبه يا زلمه. روح عني. بطلت بدي ريدو. انا بطلت بدي ريدو. انا بطلت بدي ريدو. وراح افتح هلا تكت عليه الادمن. هلا راح افتح تكت عليه الادمن. روح عني يا زلمه. شو هذا بدخلنا الخريطه كلها عنده على السمع على البيس يا زلمه. وتعالوا شيلوا سلاحه واضربوا اللي عندي يا شباب. وبعد بكم ساعه قررنا انا ورفيقي بي ام انه نروح نشيك على البيس ونشوف كلام الادمن صحيح. وفعلا طلع كلام الادمن صحيح. شوف يا شباب البيس تقريبا كلياته نازل دي كي. قلعته خالصه يعني فعليا هذا الزلمه رقدناه. ولكن يعني غش ودافع على الرمق الاخير. دافع على الرمق الاخير وبالغش هو حسين يوقف الريد. وصلنا للكور وما لقينا. يعني فعليا احنا وصلنا للكور وما لقينا اللوت. ما بعرف وين راح باللوت غير انه كان فاتح. طلع شلون باب القلعه مفتوح. تعال ننزل بي ام. تعال ننزل نشوف. لا ما جاهدنا يا زلمه. هون جاهدنا نظامي قد ما قتلنا. دقيقه خلينا ننزل. نزل بالله تفرج لي. ليك لسه هدول شغالات. اوعى اوعى تنزل هون. اوعى تنزل. دير بالك ليك السلالم تبعيتنا. توريتات تحت يمكن لسه شغالة ولا طافية. طافية كأنه. يا قديش قتلناهن وقتلنا ومتنا وطلعنا ونزلنا. تذكروا شباب. نزل بس خاف يكون في جد تراب. دقيقة شوي انا بقلك شلون نطفي التوريتات كلها. نضرب اول واحد بيفصل الكل. دقيقة شوي. هلا بطل في اي توريت شغال. 100% طفوا كلهم. راح انزل بسرعة. ما في شوت جان تراب. ليك هذيك هي نفسها اللي كانت موجودة. اوكي. افران فاضية. ليك ايش عنده افران. نزل بس خاف يكون في هون توريت. راح نط بسرعة. ما في نزل نزل ما في. فعلا فعلا الزلمة مصفي البيس وطالع. ليك شلون نازل دي كي. هي قديش قتلنا هون. قديش قتلنا يا الله. هي كان عم يفتح وبيسكر. ونحن نقول شو عم يفتح وبيسكر. ليك ساك مسكر بحجر هون. خالص لوتو. يلا انسى يا كبير عادي. جي جي تفايتنا. الفايت كان حلو بصراحة. علمنا اشياء جديدة يعني. وعادي يعني مو كل مرة لازم نريد وناخد لوت. ريدنا وغيرنا اخذ لوت للأسف. اسمع اسمع تعال تعال بالله عليك. جابالي ريد ريد صغير قبل ما انهي. في بيس صغيره كان جنب البيس تبعنا. خلينا نروح الريده بسرعه. طلق متفجر يا شباب. هي خلينا نروح فورا بالطلق المتفجر. قفرني يا بي ام. ما يجين شي حدا يا زلمة. هو الدنيا ليل عادي بس ممكن يجو. يس ريدنا هي البيس يا شباب. اخذنا بالانتقام. لا لا هي البيس هيك عواية يعني. جائزة طردية.
اوه البيس فاضيه يا زلمه، شكله مريض او بلشان هذا لعبان نص ساعه معلم ساعه وطالع ما عنده شيء. تبان تبان يا زلمه. يلا جي 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 جي، معلش 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 معلش. يلا حلو حلو. مشينا خلينا شوي بس صغيره. يلا حاج خلينا نرجع. يب يا شباب، وهيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. فشينا قهرنا بهذا المواطن صاحب البيس الصغيرة 1 باي 1 أو عفوا 2 باي 2، وعنده بابين وما طلع عنده لوت أبدا. بس يلا شباب، بيكون الواحد هيك مزعوج وشوي بينفس من غضبه بهذا الريد. يب يا شباب، إذا ما أنك مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس كرمال توصلك حلقات السلسلة كاملة. ولهم بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كان معكم مستر عبقري، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من سلسلة محجر الكبريت أو السيطرة على السيلفر كويري. باي.